السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده هنتكلم مع بعض عن برج القوس. هتصدقني لو قلت لك ان الفيديو ده هيكون رساله ليك؟ هتصدقني لو قلت لك ان الفيديو ده هيحكي قصه حياتك؟ انا حاسه ومتفائله جدا ان برج القوس هيكون عنده طاقه ايجابيه، وعشان كده انا بقول لك لازم تسمع الفيديو ولازم تنزل تضغط لايك للفيديو وتكتب تعليق تصلي فيه على الحبيب، واخر الفيديو بتاعك هنرد على الرساله بتاعتك القويه او على الامنيه اللي انت حاططها في بالك، زي ما يكون اذا كانت رسالتك فيها ايه او ايه اللي هيحصل معاك الرساله بتاعتك هترد عليك. زي ما قلت لك انزل وادعم الفيديو، وباذن الله يا برج القوس ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب، علشان انا عارفه ان انت في دوامه اليومين دول، فان شاء الله باذن الله ربنا هيبشرك وهتكون من الصابرين. يلا ادعم الفيديو بتاعك وصلي لي على الحبيب. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب عندكم رقم 3. رقم 3 ده عشان نكون صراحه مع بعض حاجه من الاثنين، لا اما تبشرات لا اما اخبار لا اما حاجه تخص رقم 3، او في نفس الوقت ممكن انت تكون رقم 3 ده رقم بالنسبه لك حاجه كبيره. إيه؟ عندك بشرة هتجيلك الفتره دي، والبشرة دي هتكون خير ليك قوي. إيه؟ هتفرحك. انت على وشك نهايه حاجه، لا اما على وشك نهايه مشروع لا اما على وشك نهايه يأس ظلم كسر الله اعلم، بس انت خلاص قدامك خطوتين بالظبط او 3 خطوات وتوصل لنهايه اليأس اللي انت فيه. عندك هنا مفاجاه حلوه جدا قريبه منك، المفاجاه دي هتفرحك قوي وهتديك طاقه كبيره جدا لقدام، وهتحس قد ايه ان انت بالك هيكون مرتاح. كمان انت هنا في شويه مواضيع بالك مشغول بيهم قوي، اكتر من حاجه بالك مشغول بيها قوي، عمال تسعى الفتره دي. البعض منكم خاطب او داخل على حاله ارتباط، عندك الارتباط مفيش استقرار، تغيرات بينك وما بين الشريك او بينك وما بين الشريك، مفيش تفاهم، عندكم علاقه مع ابراج ناريه وفي شويه ضغوط بينكم وما بين بعض. انتوا هنا لما بتحبوا بتحبوا قوي، بس في حد طمعان فيكم، حد بيسحب منكم. انتوا براءة جدا ماشيين بما يرضي الله في الحياة، بس عندكم حد بيعرف يستغلكم. بتحبوا الخروج، بتحبوا التغيير، ما بتحبوش أهل البيت، بتحبوا تطلعوا وتجدلوا من كذا حاجة. كمان قلبكم طيب قوي، من ورا طيبة قلبكم دي اتخذلتوا أكتر من مرة، أو بمعنى أصح اتطعنتوا في حاجات كتيرة جدا. اليومين دول انتوا بترسموا خطط بتنفذوه بتحاولوا تسعوا، عندكم أكتر من تعديل في أكتر من موضوع، وقررتوا إن انتوا تاخدوا حقكم تالت ومتلت الفترة دي. كمان الفترة دي انتوا بدأتوا تعرفوا ناس في حياتكم، أعداء من أحباب، مصالح مش من مصالح، بدأتوا تفهموا كل الاشخاص اللي حواليكم وتعرفوا كل واحد عايز منكم ايه. وزي ما قلت لكم النفور اللي بينكم ما بين الشريك ده امر طبيعي، بس انتوا عندكم ضغوط، الشريك في حد عايز ياخده منكم، خلوا بالكم من النقطه دي، الشريك في حد بيعمل له سحر وبيعمل له حاجات تخليه يبعد عنكم، فخدوا حذركم من النقطه دي وما تقعوش في الفرخ ده. في حد عندكم دايما بيجيب اللوم عليكم في كل حاجه، رغم ان انتوا تحملتوا حاجات محدش يستحملها، عشتوا حاجات محدش يعيشها، يعني عملتوا حاجات كتيره جدا، بس ربنا هيكبر بخاطركم في الوقت المناسب. عندكم حد هيزوركم الفتره اللي جايه، هيبقى في زياره بينكم وبين بعض ما بينكم، يعني حد هيجي يزوركم وهيبقى في كلام وهيبقى في مواضيع هتتفتح وهيبقى في كذا حاجه. في 2 ستات هنا هيزوروكم زياره مفاجاه الفتره دي وهيبقى في كلام بينكم، فخلوا بالكم من النقطه دي في اي حاجه. في رجوع بينكم وبين حد من ابراج ترابيه، عندكم رجوع وعندكم كلام، بس دايما هدوا بالكم وهدوا اعصابكم، علشان انتوا دايما محطوطين في خانه الكلام السلبي، او محطوطه بمعنى اصح في يعني دايما محطوطين في خانه كده طاقات ومشاكل انتوا في حياتكم. عندكم رجوع زي ما قلت لكم، وعندكم طاقه ايجابيه باذن الله الفتره اللي جايه، واكتر الرجوع ممكن يكون مع برج الثور، عشان برج الثور هيبقى في كلام بينكم، وهيبقى رغم ان انتوا في شد دلوقتي بس هيبقى في صلح، او هيبقى في كلام بينكم وكل واحد هيقول اللي عنده. هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله برج العذراء هنا بيفكر فيكم بيحبكم جدا، او انتوا يعني ممكن الفترة اللي جاية يبقى في كلام خلال 3 ايام خلال 3 ساعات، فخلوا بالكم. كمان انتوا هنا مصدومين من صدمة كبيرة جدا، فيا ريت تكونوا حريصين اكتر الفترة دي عشان في صدمة كبيرة. في واحدة ستة عندكم هنا تخينة وعريضة كده وملامحها واضحة، يا ريت تخلوا بالكم منها، امحوية الست دي، حسودة وبتاعت كلام كده. انتوا اليومين دول برضو شغالين على مال، شغالين على ورث، شغل في محكمة،
شغل بين اخوات الله اعلم، او انتوا ليكم حق متاكل، ليكم حق اكلينه منكم اخدينه غصب عنكم وانتوا مش عارفين تعملوا اي حاجه الله اعلم. بس بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا عندكم رجوع مع ناس كتير جدا في حياتكم، وحياتكم هتبدا تتظبط او هتبدا تتحسن. فيا ريت تخلوا بالكم من النقطه دي وتحرصوا على التعامل مع بينكم وبين حد. هنا كمان في طاقه، والطاقه دي هتكون طاقه جميله جدا، وهيبقى في رجوع حقكم عندكم الفتره اللي جايه. بس انتوا الفتره دي نفسيتكم تعبانه، عندكم كده تشنؤات، عندكم خنقه، تكتيف، عندكم وجع في البطن من غير اي سبب، لدرجه ان انتوا مبقاش عندكم توازن زي الاول، بداتوا تفقدوا حاجات، بداتوا تعملوا حاجات كده غريبه. في حد عندكم هنا بيرمي عليكم الطاقات على طول، في شويه حاجات بتعاني منهم في جسدكم او في حياتكم بالكامل. عندكم واحدة ست دي معاها بنتين، حقودة غيارة، ما بتحبش لحد الخير ابدا، فياريت تخلوا بالكم برضو منها. بسم الله هنا ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله عليكم، انتوا هنا عندكم الست دي يعني باينة قوي ان هي بتأذيكم، وانتوا هتاخدوا بالكم من النقطة دي. عندكم حد عايز يعمل عملية في ارض بيتكم، العملية دي هتكون خير ان شاء الله باذن الله، وهتكون صلح. لو هم قلقانين او خايفين فهي هتكون صلح. عندكم هنا حرف السين، حرف الميم، حرف الحاء، حرف الالف، حرف النون، دول موجودين في حياتكم الحروف دي، وفي بينكم كلام او في بينكم ارتباط او رجوع، حد هيرجع لك منهم والله اعلم. خروج كمان من الطرف الثالث من حياتك، خروج الطرف اللي بيأذي فيك، خروج الطرف اللي متعمد دايما يأذي. خلي بالكم انتم مهما يقولوا لكم انتم فيكم وفيكم، انتم بتسكتوا وما بتتكلموش لحد ما تشوفوا ايه هتعملوا ايه. صبرتوا كتير جدا، وحان الوقت ان ربنا يؤجل يعني ييسركم باللي انتم محتاجينه. كمان هنا انتم البعض منكم عنده وقف الحال وعنده طاقه انتظار، طاقه الانتظار رهيبه جدا. هنا بتشايفين حاجات كتيره جدا قدامكم وشغالين عليها او ناويين تشتغلوا عليها، وزي ما قلت انتوا عندكم وجع في تكتيف كتفكم كده وجعكم، او عندكم شويه امور اذياكم. في صديق هنا عامل حبيب ليكم، بس هو مش ولا حبيب ولا اي حاجه، هو خاين جدا، او انتوا تعرفوا ان هو خاين جدا. انتوا ما تدوش الثقه في حد، خلي بالكم من النقطه دي، الثقه اللي انتوا بتدوها في حد ده بيطلع اذى ليكم انتوا. عندكم ابراج مائيه، فيها هيبقى في كلام بينكم وهيبقى في شد بينكم الايام اللي جايه. انتوا اليومين دول حرفيا بترسموا كذا خطه علشان تنجح، او فيها هيبقى في كذا تعديل، زي ما قلت لكم هيبقى في اتخاذان حق الفتره دي، هيبقى في امور هتجددوا منها وتطلعوا من الطاقات اللي انتوا بتمروا بيها حاليا الله اعلم. بس انتوا في حاجات كتيره جدا شغالين عليها، او اكتر من حاجه ناويين تشتغلوا عليها الفتره دي، علشان انتوا بتقولوا احنا اتظلمنا، فحان الوقت ان ربنا يجبر بخاطرنا ويبشرنا من حيث لا تحتسب. كان عندكم حد ما بيحكمش ابدا بالصلح، كان دايما الشخص ده يعني بيأذي، كان شخص بيحب الفتنه، بيحب الطاقات السلبيه. الحسد الشديد بيخليكم بتعانوا من نفور، بيخليكم مش مرتاحين في ارض البيت اللي انتوا فيه، وعايزين تمشوا، عايزين تهاجروا، عايزين تطلعوا من المكان باي طريقه. ليه؟ علشان ما بقاش عندكم حتى خلق او طاقه. البعض منكم هنا عندك مواجهه مع شخص، او هتسمع كلام بخصوص شخص مقرب منكم، والمواجهه دي هتخليكم كده تاخد قرار حاسم بينكم وبين حد، وهيبقى فيه كلام كتير. انت هنا قريب جدا هتبدا تجيلك فرص حلوه، وهتبدا كده بعمل استثنائي جميل، وهتبدا تدخل في مشروع جميل برضه هيبشرك بالخير. بس انت عندك طاقه تردد ومش مرتاح في الموضوع ده، او مش مرتاح في الحاجه اللي انت فيها دي. عندك موضوع انت بتحاول تستفاد منه بكل الطرق. انت معروف عنك ان انت بتحب الحياه البريئه، وبتحب السهر، بتحب الخروج، بتحب الطاقات الايجابيه. عندك هنا كمان طاقه حلوه، طاقه مختلفه، في حد من افراد عيلتك انت بتفكر فيه دايما، بتحب دايما تديه، بتحب دايما تقف معاه، بتحب دايما يعني تخليه احسن حد في الدنيا. في طاقه متحكمه فيك، الطاقه المتحكمه فيك دي هي طاقه خمول وكسل، ودايما حاسس بالاحباط والصداع المستمر. لا، اطلع من اللي انت فيه. انت هنا بسم الله ما شاء الله عليك عندك طاقه حلوه، بس في حد بيراقبك من بعيد ومش راضي يتكلم، او انت مش واخد بالك منه. فانت الفتره اللي جايه هتاخد بالك من كل اللي حواليك، وهتبدا تهتم بنفسك وتهتم بشكلك وتهتم بحياتك، والحاجه اللي عندك فيها مشكله هتبدا تعالجها بشكل كبير جدا، عشان انت هيكون عندك نجاح وازدهار حاسم او ازدهار قوي جدا.
انت هنا طيبة قلبك، ويعني طيبتك وطيبة قلبك الابيض دايما ربنا بينصرك على جميع الاعداء، وعشان كده الانفراجات على الباب عندك، كذا باب هيتفتح قدامك، وبعد المعفرة اللي انت عمال تعفرها هيبقى في دعم حلو جدا، وهيبقى في طاقة جذرية جديدة على حياتك بسم الله ما شاء الله عليك. كمان هنا عندك فرحة بتتحضر لك زي ما قلت لك، ومفاجأة انت كنت مستنيها من بدري، في حال الوقت ان ربنا يكبر بخاطرك ويبشرك من حيث لا تحتسب. حد عندك عامل زي التعبان، في حد عندك عامل زي كده التعبان اللي بيتبدل الوانه بيتبدل وشه، الحد ده طبعا انت هتكتشفه بشكل كبير جدا. انت هنا عندك الحياه العاطفيه هيبدا يبقى فيها توازن، هيبدا الامور عندك تتحسن، الاضواء عندك هتكون ليك انت او في صالحك انت بمعنى اصح. بس انت هنا يعني عندك شخص بيتدخل في حياتك بشكل كبير جدا، وانت مش حابب الحته دي، او بمعنى اصح مش حابب الموضوع ده ومش حابب الطريقه دي. فدايما اقول لك حاول تكتم على اي حاجه تخص حياتك. انت معروف عنك ان انت لما بتفرح بتحب تفرح اللي حواليك، بتحب تتكلم، بتحب تقول كل اللي عندك. بس انت هنا عندك شويه ضغوط في البيت، في البيت مش مرتاح خالص، عندك بعض المشاكل بتحاول تحلها، مستني سفر باي طريقه، مستني نقله جديده، مستني تطلع من الوضع اللي انت فيه ده للافضل. فاكتر عندك اكتر من عقبه موجوده في حياتك، بس العقبات دي انت هتعديها باذن الله، بس لازم تحسن من حالتك النفسيه علشان الضغوط دي. كمان انت الفتره اللي جايه دي هيكون فيها استقرار حلو جدا، وهيكون فيها تغيرات حلوه جدا، بس دايما اقول لك قلل من التفكير اللي جواك، او من يعني من التفكير والصراع اللي جواك علشان انت تطلع من اللي انت فيه. وشكلك اللي باين قوي ان انت مرهق او حزين او تعبان، ربنا هيفك كربك في الوقت المناسب. في ناس عندك يعني هيجي لهم مولود جديد، او انت هيجي لك مولود جديد الله اعلم، وهيبقى باب حلو جدا هيتفتح لك قريب جدا ان شاء الله. انت قاعد ومستني في طاقة انتظار رهيبة، حاطط ايدك على خدك ومستني الايام دي تعدي بشكل المستطاع. انت هنا عندك شوية ذكريات، شوية حاجات من الماضي مأثرة عليك ومازالت مأثرة عليك ومأثرة على مستقبلك، فأنت عندك تطوير زي ما قلت لك وتغيير في أحداث إيجابية، وعندك فرصة، الفرصة دي هتكون رزق كبير جدا ليك، أو هتكون عندك رزق حلو، في اختبار من ربنا هتمر بيه، والاختبار ده أنت هتقعد مع نفسك وهتعرف قد إيه إن هو ده اختبار من ربنا، وهتحاول تلغي حاجات كتيرة جدا من حياتك وتطلع من اللي أنت فيه ده بسلامة وبطاقة إيجابية. كمان عندك مفاجأة حلوة جدا، المفاجأة دي هتكون طبطبة ليك من عند ربنا فقط لا غير، وهيبقى في طاقة إيجابية هتتحول ليك على جميع الأسر. أنت هنا ربنا هينصرك على من عداك، وهتتفتح زي ما قلت لك الأبواب اللي قدامك. أنت هنا كمان عندك مقابلة مع حد بعيد عنك، أو مقابلة مع شخص بينك وما بينه كلام، أو مواجهة، أو بمعنى أصح ممكن مقابلة في حاجة معينة الله أعلم. في قرارات هنا، القرارات دي أنت هتاخدها وهتبقى عندك طاقة إيجابية ودفعة لقدام حلوة جدا. كمان أنت هنا عندك بداية هتتحول بشكل مختلف، بس أنت اليومين دول بتعاني من التوتر والقلق والحيرة، وزي ما قلت لك أنت تايه ومش عارف تاخد قرار خالص، بسبب ان انت مبقتش فاهم الشخص اللي قدامك او فاهم اللي قدامك عايز ايه. للمفصلين انتوا عندكم رجوع، بس عندكم جرح في قلبكم مازال بينزف، مازال في نغزات من غير اي سبب، ومش عارفين تطلعوا من الطاقه دي ازاي، فلازم تقربوا من ربنا اكتر. وزي ما قلت لكم انتوا دماغكم ما بتفصلش خالص من التفكير، دايما طول الوقت التفكير، دايما طول الوقت مش عارفين تنظموا اي حاجه ولا تعملوا اي حاجه بسبب الحيره اللي عندكم والحاجه اللي مأثره على حته نومكم. في تواصل مع شخص او مع حد بعيد عنكم، بينكم ما بينه مسافه، او بينكم ما بينه بلد الله اعلم، بينكم ما بينه حاجه مختلفه، هيبقى في كده كلام وهيبقى في تواصل حلو جدا، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا بالتواصل ده. البعض منكم باله مشغول بالرزق، باله مشغول بحاجه معينه في حياته الله اعلم، بس الحاجه اللي انتوا مشغولين بالكم بيها هيبقى فيها طاقه ايجابيه باذن الله الفتره اللي جايه، وهتلاقوا دعم حلو قوي هيفرحكم. انتوا هنا مهما الناس بتسالكم بتقول ان انتوا كويسين وان انتوا بخير، بس العكس تماما، انتوا طول الوقت بالكم مشغول وطول الوقت تفكير، ودايما كميه صداع وارق وارهاق غير طبيعي. فيا ريت تخلوا بالكم وتاخدوا القرارات الكافيه اللي تطلعكم من حاله الياس اللي انتوا فيه، والتغيير الجذري اللي متعلق بحد في حياتك ده هيقف معاك وهيساعدك. هنا كمان انت في حد هيقف في طريقك وهيساعدك في الطريق ده، وهيعدي لك العقبات اللي موجودة في وشك، وهتتجاوز كل الصعوبات اللي انت موقفة مصيرك. وكمان هتاخد قرار بخصوص الشريك عندك، وهتبقى انت في قمة الازدهار، وهتحس قد ايه ربنا ده كريم عليك، ودايما بيطلعك لمركز حلو جدا بشكل كبير. فلازم تخلي بالك وتكون حريص جدا على اي طاقات سلبية عندك او في حياتك. ليه؟ علشان انت
اللي فيك مكفيك، ما بقيتش ناقص ضغوط ولا بقيت ناقص حتى كسره قلب او اي مشاكل فيها عراقيل عندك. ليه؟ علشان انت اتألمت، انت شفت كتير مش ما شفتش قليل، انت اتعذبت كتير جدا الفتره اللي فاتت، وحصل عندك شويه يأس، شويه ظلم، شويه توتر، شويه حيره. الامور عندك بدات اتقلبت او بدات تتقلب، بس انت رحت خدت بقى قرار مختلف خالص. فانت هنا عندك خبر حلو، وزي ما قلت لك انت في خطه او بالك مشغول بحد محبوس عندك، حد في سجن، حد في خانقه من افراد العيله، او حد انت تعرفه، او حد انت تعرفيه، حد عندكم محبوس. ان شاء الله باذن الله ربنا هيفك كربه في اقرب وقت ان شاء الله. بلاش من وقت للتاني تحسوا بالرغبه ان انتم ما يكونش نفس لاي حاجه، ده غلط جدا، وانتم كده بتزودوا الطاقه السلبيه. لا، عشان تخرجوا من الحاله اللي مأثره عليكم لازم تدعموا نفسكم وتطبطبوا على نفسكم اول باول. ومهنيا هنا انت عندك موقع في التواصل الاجتماعي حلو جدا، وهيكون عندك رساله ايجابيه ليك، وهتحصل على القضيه او على الحاجه اللي انت عايزها. وزي ما قلت لكم لو حصل عندكم عراقيل في اكتر من طريقه عندكم، فده هيكون طاقه ايجابيه ليكم ان انتوا تطلعوا من اللي انتوا فيه وتبصوا للنجاح اللي في حياتكم. كمان اقدر اقول لكم هنا ان في فرحه عائليه، الفرحه دي ممكن تكون خطوبه، ممكن تكون جواز، ممكن تكون رسم في اكتمال علاقه، الله اعلم. فهيبقى في طاقه ايجابيه، والناس اللي بينها وما بين حد زعل هيبقى في رضا الايام اللي جايه، وهيبقى في امور حلوه. واقدر ابشركم ببدايه هتغير تغيير جذري في حياتكم. انتوا هنا في انتظار الاموال اللي تجيلكم، بس دايما اقول لكم احذروا من التسرع، علشان ساعات بتندموا. انتوا دبش في كلامكم ساعه ما تكونوا متعصبين، انتوا عصبيين جدا الفتره دي ومش طايقين اي حد، ومن كتر العصبيه بتقولوا كلام يزعل الطرف اللي قدامكم، وما بتعرفوش تاخدوا اي قرار او حتى تعملوا اي حاجه غير ان انتوا بتقولوا كلام يزعل الطرف ده. فانتوا في علاقه مسمومه او علاقه سامه بمعنى اصح، وفيها تعب نفسي او فيها طاقه سلبيه. في شخص، الشخص ده دايما بيرابك، الشخص ده دايما بيأذي فيك، الشخص ده دايما بيحاول ان هو يتكلم عليك في كل العراقيل او بكل الصدمات اللي انت بتمر بيها او بكل الضغوط اللي في حياتك. فلازم تطلع من اللي انت فيه ده، وهيبقى عندك حضور مناسبه في العيله، والمناسبه دي هتبقى فيها فرحه عندكم. والتغيير اللي هيحصل زي ما قلت لكم هيكون لصالحكم انتوا، علشان انتوا هنا الفتره دي اللي مستنيين التغيير، او بتسعوا عشان تطلعوا من الازمه اللي انتوا فيها، الازمه اللي عامله لكم المشكله الكبيره، واللي عامله لكم الضغط النفسي اللي انتوا فيه. كمان هنا في حد هيجيب لكم رساله تخبير عن حد، وما عايز اقول لكم انه في حاجه حصلت معاكم في الماضي، انتوا ممكن تكونوا دخلتوا في اكتر من علاقه ومفيش استكمال في العلاقات بتاعتكم، دخلتوا في اكتر من ارتباط ومفيش اي استكمال في الارتباط بتاعكم، فخدتوا خطوه بخصوص حياتكم بشكل كبير جدا، وهيبقى في طاقه حلوه. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني مكسب حلو قوي وهتفرحوا بيه قوي. المكسب ده هيبقى ليكم انتوا تغيرات في كذا حاجه، في مشكله ماديه هتحلوها، وهيبقى في طاقه تانية مختلفه. البعض منكم هنا عنده محكمه بخصوص ماديات، وهيبقى المحكمه في صالحكم انتوا، فما تقلقوش خالص. اي نعم حواليكم ناس بتتكلم عليكم، بتجيب في سيرتكم، بس انتوا مش مديين الموضوع اي اهتمام ولا اي حاجه. عندكم ليه حيرة في قرارين، او ليه حيرة في موضوعين، حيرة مع شخصين الله اعلم، وشايلين الهم وشايلين المسؤولية فوق كتفكم بخصوص اولاد، او بخصوص اشتياق لاولاد او حنين ليكم. في شخص عندكم هنا تعب او هيتعب بشخص قرار انتوا هتاخدوش، القرار ده هيكون غريب جدا وانتوا مش عارفين تستوعبيه، فلازم تبطلوا التفكير في الحد اللي سايبكم او سابكم متعمد، عشان انتوا جسمكم بدا يوجعكم، والعظم عندكم بدا يحصل فيه حاجات غريبه، ورغم ان انتوا شجاعين جدا وقوياء جدا، بس حاجات غريبه بتحصل عندكم بتخليكم مش عارفين تاخدوا اي قرار. وتخلوا بالكم من علاقاتكم اللي عندكم، او من الامور اللي عندكم، والترقيه اللي هتجيلكم دي انصحكم دايما ان انتوا ما تتكلموش عنها وما تفتحوش بخصوصها اصلا اي حاجه، علشان خاطر الحسد الشديد، وعلشان خاطر انتوا مش ناقصين ان انتوا تفضلوا طول الوقت تبوحوا عن حاجات جواكم او عن حاجات انتوا عايزينها، فده بيعمل لكم الطاقه اللي انتوا شايفينها دي، وبيعمل لكم الطاقه اللي مؤذيه ليكم. حافظوا على حياتكم بالشكل الكبير، وابعدوا عن اي حد ممكن ياذيكم. انتوا معروف عنكم ان انتوا اشخاص هاديين جدا، بتحبوا الضحك والهزار وجدعانه، واشخاص كده جدعانين جدا في المعامله، وعشان كده ربنا نجاكم من حد كان متعمد فعلا ياذيكم، وكان عايز ياخد منكم حاجات كتيره جدا. وعشان كده انتوا حاليا حاسين ان شايلين هم الدنيا كلها في وشكم، وحاسين ان انتوا طاقتكم خلصت وشايلين طاقه
سلبيه كبيره. اللي انتوا فيه ده غلط، انتوا بس كل مشكلتكم ان انتوا ما ينفعش تثقوا في حد زياده عن اللزوم. وما بلاش ان انتوا تتعاطفوا قوي مع الاشخاص اللي حواليكم، بالعكس انتوا عندكم طاقه ايجابيه وعندكم حاجه جديده هتفرحكم قوي. والحاجه اللي اتقفلت في وشكم لما كنتوا محتاجينها، انتوا ما تعرفوش الحاجه دي اتقفلت ليه، فممكن ربنا يديكم من حيث لا تحتسب الفتره اللي جايه. في كمان هنا مكالمه، المكالمه دي هتجيلك بعد شويه او بعد كام يوم او الايام دي اللي انت فيها خلال الفتره دي، هتجيلك مكالمه حلوه قوي وهيبقى ليها بشره ليك انت جدا، وهتكون مبسوط بيها اول المكالمه دي. او اقدر اقول لك ان المكالمه دي هتخليك كده تاخد احساس جميل في حياتك، وهيبقى في شراء ملابس او التزامات شخصيه ليك انت من التواصل الاجتماعي او من حاجه انت هتجدد فيها، الله اعلم، بس هيكون في عندك تحقيق وهتسمع اجمل خبر انت بقالك مده مستنيه. الفتره دي هي فترتك، فلازم تثبت وجودك وابعد عن اي حد متعمد ان هو ياذيك، او متعمد بمعنى اصح ان هو يخليك الفتره دي دايما في ضغوط رهيبه، دايما مفيش استقرار، 24 ساعه تفكير او 24 ساعه عايز تشتغل. وعشان كده زي ما قلت لك الالم في الركبه والالم اسفل الظهر والالم في شكلك كله بدا يظهر عليك بسبب ان انت مش راحم نفسك خالص، ولا في شغل ولا حتى في تفكير، طول الوقت عمال تفكر، عمال تطلع عايز تاخد حقك باي طريقه، عايز تشوف الحياه بشكل مختلف، عايز تنجح، عايز تعافر، الله اعلم. بس انت عندك نجاح باذن الله، هيكون بشره ليك خير، او هيكون عندك فرحه جميله جدا هيعوضك من اللي انت بتمر بيه او من الحاجات اللي ازياك بمعنى اصح. فيا ريت تخلي بالك كويس جدا من اي طاقه سلبيه عندك او من اي حاجه متعمده ان هي تاذيك. دايما اقول لكم ان الطيبه بتاعتكم الزايده بتوقعكم في مشاكل. الطيبة اللي عندكم هي اللي موقعاكم في الضغوط النفسية اللي انتوا فيها. طيبتكم بتخلي الاشخاص اللي حواليكم مأذيين. عايز اقول لكم ان انتوا بتاخدوا علاج لحاجة تعباكم جسديا، حاجة تعباكم، وجع في جسمكم، لا قدر الله في حاجة اذياكم، فانتوا بتاخدوا ليها علاج. ان شاء الله باذن الله في اقرب وقت هيكون في علاج شافي ليكم. طيب هنا في ست، الست دي شعرها طويل، وشها مدور، الست دي بتبين دايما ان هي يعني بتحبكم، لكن هي عايز تكسر فرحتكم. وانتوا الست دي عرفتوها، يعني انتوا في الاول ما كنتوش عارفينها وما كنتوش قادرين تشكوا فيها، فخدوا بالكم. يعني الست دي هي بصلكم عن طريق حسد، فانتوا يعني هتبدأوا تعرفوها وهتبدأوا فعلا تحطوا لها حدود، وهيحصل بينكم مشكلة كبيرة، والمشكلة دي انتوا هتحلوها. كمان يعني عايزة اقول لكم ان ظهر لكم تاني حرف الام. حرف الام ده يعني عشان القراءه، مدام ظهر لكم الحاجه، مدام ظهرت مرتين فده بيدل على حاجه واحده بس او على حاجتين. الحاجه الاولى لا اما حد عزيز عليكم، لا اما حد مدمر حياتكم. يعني انتوا بقى شوفوا، لا اما عندكم حد من حرف الام مدمر حياتكم وهو سبب الخراب اللي انتوا فيه، لا اما انتوا عندكم حد من حرف الام عزيز على قلبكم. النقطه دي انزلوا عرفوني في الكومنتات حرف الام ده يبقى لكم ايه، لان فعلا حرف الام حتى الفتره اللي جايه موجود معاكم. يعني الفتره اللي جايه يعني هو ظاهر لكم في الماضي وفي المستقبل، يعني فده بيدل ان حرف الام موجود معاكم. فشوفوا بقى ايه اسباب ان هو يكون موجود معاكم الفتره دي، لان انتوا طول الوقت فاكرينه وعايزين تنتموا منه، لان انتوا حد عزيز على قلبكم وهو من المقربين ليكم. البعض منكم هنا عنده شويه اوجاع، عنده رجليكم وجعاكم، في هم شايلينه، في شويه اوجاع عندكم. كمان بسم الله ما شاء عليكم انتوا دمعتوا، في دموع نزلت على فرحتين او على قرارين، في حاجة عندكم دموعكم نزلت عليها. طيب في ست كبيرة، الست الكبيرة دي تعبانة او مريضة، يعني في حاجة مخيفة ليها. كمان عايزه اقول لكم ان انتوا متهيئ لكم ان انتوا معمول لكم سحر،
او متهيأ لكم ان انتوا في حد اذيكم، او انتوا شايفين حاجات غريبة. طيب في حد شاغل البال، حد عندكم شاغل بالكم، او حد عندكم يعني حد في يعني في حاجة تخصه، تخص حد، الحد ده او حد من الناس ليكم. طيب انتوا هنا في حاجة مستنيينها، او انتوا مستنيين طفل يرجع لكم، لا اما مستنيين حد الفترة دي يكون خير ليكم. في تعابين وراكم، في تعابين وراكم. التعابين دي يعني ربنا يرحمكم منها، مش هتسيبكم في حال، لان هم سماويين ومش بيحبوا الخير لحد. في شوية توتر في الحياة العاطفية، الحياة العاطفية دايما عندكم مش مرتاحة، لان انتوا طول الوقت بتحلموا تحققوا احلامكم، والطرف التاني معاكم ملهوش طموحات في الحياة، فطول الوقت مشاكل في الحياة العاطفية، طول الوقت في توتر، طول الوقت في خوف، طول الوقت في امور مش عاجباكم ومش عارفين تحلوها. كمان انتوا هنا في جلسة، لا اما جلسة علاج، لا اما جلسة دكتور، لا اما جلسة في المحكمة، في جلسة يعني في قاعدة، وفي حد قاعد جنبكم يعني حد كده ليه وضعه الخاص بيه، او يعني ليه كده قيمة في حياتكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني بسم الله، في اخبار تخص مواليد من بعد اجهاض اكتر من مرة. لو انتم منتظرين اطفال، ففي اطفال عندكم من بعد اجهاض من اكتر من مرة. في كمان هنا بدأتوا تحسوا ان انتوا هتسيبوا لنفسكم مساحة عشان الحياة عندكم تبدأ تتحسن، هتسيبوا لحياتكم مساحة شخصية، مساحة جسدية، مساحة راحة ليكم، هيبقى في امور متغيرة على جميع الاسرة بتاعتكم. من وقت للتاني بتحسوا بالطاقة السلبية مأثرة عليكم، من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا خلاص تعبتوا، خلاص مش قادرين ترتاحوا. في كمان حد هيبقى فيه لمة، وفي حد هيجي ويشكلكم من حد، والحد ده هيكون كذاب، هيكون عايز يوقعكم ما بينكم وما بين حد، فخدوا بالكم ما تسمعوش كلام. ودلوقتي نشوف الرسالة بتاعتكم، لعل تكون رسالة قوية وتكون رسالة جميلة. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، ونختار الورقة دي بسم الله. طيب اقدر اقول ان الرسالة دي تدخل القلب على طول، ستبكي من شدة السعادة، كون واثق في الله، فلا يعني لا تصعب الامور، فمستقبلك هيكون جميل وطموحاتك عالية. طيب نشوف ورقة تانية ونختار ونقول بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طيب بصوا بقى، امورك المالية هتكون في تحسين، فالخير قادم ليكم، الله يعلم ما في قلبك، وسينطفي يعني هيطفي النار اللي جواك في كل حاجة بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لك الخير والطاقه الايجابيه. انزلوا ادعموا الفيديو بتاعكم علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهده، اللايك الحلو والتعليق الجميل، وتحياتي ليكم، واتمنى القراءه تكون عجبتكم.